موجز لأهم الأخبار السياحية يأتيكم من جريدة وقناة تحوت بريس الإلكترونية. أهلا بكم. بداية سيتم توزيع نشاطات قاعة الصلاة بجامع الجزائر بعد استكمال رفع التحفظات التقنية المسجلة في مختلف المرافق. وحسب ما أكده بيان رسمي لجامع الجزائر، فإنه يعرف توافد الكثير من المصلين من الجنسين ومن مختلف الأعمار لأداء صلوات الخمسة في هذا الصرح الديني الكبير، مشيرا إلى أن قاعة الصلاة مفتوحة للمصلين منذ 18 من أكتوبر 2022 ولم تغلق منذ ذلك الحين لا يومنا هذا، إلا أن ما تبقى عليها من البروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا مثل باقي مساجد الوطن. هذا وتعتزم وزارة السياحة والصناعة التقليدية تنظيم الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في طبعتها 24 بعنوان 2023، وذلك في الفترة الممتدة من 17 إلى 24 جوان القادم بساحة رياض الفتح في الجزائر العاصمة. وأوضحت الوزارة أن المسابقة الوطنية للصناعة التقليدية مفتوحة لجميع الحرفيين والحرفيات في الجبس والزجاج وما يمثلها من أعمال على الطين، وكذا العمل على المعادن والعمل على الخشب ومشتقاته، وكذا العمل على الصوف والمواد المماثلة، والعمل على القماش وعلى الجلود وعلى المواد المختلفة. كما أنه يجب أن تتوفر في المنتوج الخاص بالجائزة الوطنية للصناعة التقليدية جملة من الشروط، من بينها التصميم والشكل والألوان والأشكال وتحسينة النهائية والجمالية مع استعمال المواد الأولية النبيلة والتحكم في الرموز والرسومات المستعملة في المنتجات مع تناسبها مع الموضوع والجائزة الوطنية. كما حل يوم أمس السبت وفد من السياح الأجانب من مدينة جلمة شرق الجزائر. الوفد السياحي يتكون من 38 سائحا ينحدرون من دولة إسبانيا. الزوار قدموا خصيصا للتمتع بالشلل الطبيعي بمدينة حمام دباغة سياحية التي تعرف منذ حوالي فصل الربيع توفدا معتبرا للسياح من مختلف بقاع العالم. زائرون جابوا مختلف الأماكن السياحية بمنطقة حمام دباغ وقاموا بالتقاط الصور التذكارية، وعبروا كذلك عن انبهارهم الشديد لهذه المناظر الخلابة التي حظي الله الجزائر وولاية جلمة بها. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذا الموعد الإخباري. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.